طيب، من ضمن الأسئلة اللي بتيجي كتير فكرة إنه أنا رحنا لدكاترة كتير وهو مش بيخف وكذا، فإحنا عايزين شيخ يجي يرقيه، أو إحنا عايزين شيخ يجي يعالجه بالقرآن، أو إحنا ما مدى دقة هذا الطلب وصلاحيته؟ يعني هو ما تعالجش من الأطباء وهو عنده مرض عضوي زي حاجات ترجيع، مش عنده مرض عضوي فخلاص فشلنا، فاحنا خلاص الحل الأخير إننا نروح لشيخ يعالجه بالقرآن. ما مدى صحة هذا الموضوع؟ عندنا باب كبير قوي في الدين مهم جدا احنا كلنا نتعلمه، اسمه باب اليقين. اسمه باب اليقين. الشفاء لا يمكن ان يكون في الدواء، ولكن الدواء سبب من الاسباب، انما الشفاء في يد الله وحده. ايوه لكن البرشام عمرها ما تسكن الصداع، ربنا هو اللي بيسكن الصداع. عشان كده القاعده الثابته في اليقين، امرنا ان ناخذ بالاسباب. انا لو عندي صداع ما ينفعش اقول لك انا عندي صداع ومش هاخد علاج، لا، لازم، انا امرت ان اخذ بالاسباب، يبقى لازم اروح للدكتور كمان، ما اجتهدش انا من نفسي، لازم اروح للمتخصص في هذا. وبعدين ان نكفر بها، يعني انا لما اخد القرص مش هو ده القرص اللي بيشفيني، الشفاء في يد الله. ولذلك اتنين عندهم نفس المرض، نفس الدكتور، نفس التشخيص، نفس الاشاعات، نفس البيانات، نفس كل حاجه، واحد خد نفس العلاج، واحد خد العلاج خف، واحد ما خفش. يبقى هي مساله لابد ان نتيقن ان الشفاء بيد الله. فانا صح. لما انا يحصل ان انا اعيا في مرض ما معين، وانا اكتر واحد مريت بهذا الظرف، وقعدت سنتين اجري شمال ويمين واروح كل اطباء الدنيا بحالها وشمال ويمين عشان اعرف حتى انا عندي ايه، لدرجه ان كثير من الناس صاروا يقولوا ان ده سحر وده عمل وده كذا، لكن انا ما كنت اقتنع لغايه لما وصلت الى حقيقه الامر ان في مرض فعلا موجود، لكن هو التشخيص التشخيص مش موجود تم صح فتعالجت صح. بس خلاص. طب التشخيص ما جاش، جه غلط، وده شيء وارد جدا ان الدكتور يشخص غلط، لان اعراض الامراض متشابهه، فانت اديت، وممكن الشخص اللي بيشتكي يكون بيشتكي غلط. يعني انا ممكن اشتكي او اوصف اللي عندي خطا فيتم التشخيص بناء عليه خطا. فعايز اوضح لحضرتك ان احنا محتاجين نتعلم باب اليقين، باب اليقين على الله سبحانه وتعالى في كل الامور، وان الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. طيب، هل في اسباب للشفاء؟ في اسباب للشفاء، منها الدواء، منها قراءة القرآن، منها سماع القرآن، منها الصلاة، هذا برضو نوع من أنواع الشفاء. يعني خلي بالك الناس اللي عندها هلع، اللي عنده هلع ده والدكاترة ادوله علاج وما جابش نتيجة مع الهلع ده، ولا الخوف اللا منطقي، عارف علاجه فين؟ في الصلاة. يعني القصة كلها في الصلاة، لو اتوضى ده وصلى الهلع ده بيروح، لأن ربنا قال كده في القرآن وبيتكلم إلا المصلين. ها، فهنا المصلي ربنا بينقذه من بعض حاجات. إذا هناك أعمال شرعية يفعلها الإنسان تكون أحد أهم أسباب العلاج التي يتعلق بها الإنسان.